ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا. وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة ان احنا النهاردة هنتحدث مع الخبيرة التربوية الأستاذة نهلة صبري حول التغيرات الأخلاقية اللي طرأت على يعني الشباب والمراهقين في الفترة اللي بنعيش فيها طبعا خلال السنوات الماضية. احنا عارفين ان الشعوب دايما في فترات الثورات اكيد اكيد النسيج الاجتماعي بيتاثر، اكيد الاخلاقيات بتتاثر، لكن زي ما بيكون في سلبيات كمان بيكون في ايجابيات. هنعرف ايه هي السلبيات وهنعرف ايه هي الايجابيات وهنعرف ازاي نتغلب على السلبيات وننمي الايجابيات مع ضيفتنا المنورانا زي ما قلنا الاستاذه نهله صبري الخبيره التربويه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب احنا قبل ما نبتدي ونقول السلبيات والايجابيات ونقول ايه هي الظواهر اللي احنا لاحظناها، خلينا نروح المطبخ زي ما تعودنا ونشوف الشيف محمد النهارده عامل اكل صيني. بتحبي الاكل الصيني ولا؟ جدا جدا، اتس فيري هيلثي كمان، هو اكل صحي جدا الاكل الصيني، وما بيبقاش تقيل، ما بيبقاش فيه التسبيكه بتاعتنا طبعا. احنا لسه كنا بنقول في بدايه الحلقه. طب قول لنا بقى دلوقتي يا شيف محمد وصلنا لايه؟ احنا خلاص زي ما قلنا حطينا الخضار مع الرومي يقرب يستوي اهوت معانا. هننزل بالكمبوت اناناس. معلش بالكمبوت الاناناس. هننزل كمان بميه الكمبوت. كل الحاجات اللي باقيه معانا هننزل بيها. طب لو حد مش بيحب ان هو يحط الميه بتاعت المعلبات نفسها في الاكل يعمل ايه؟ ممكن تزودي بدل ما انت هتحطي معلقه واحده عسل بالشكل ده هتحطي 2 عسل. اوكي، يبقى بدل ما نحط معلقه واحده عسل بس. بدل ما نحط معلقه واحده عسل هنحط معلقتين عسل وكده عصير الليمون معانا ونسيبها كمان. هي كده احنا تبلناها برضو. بتحبي ده النهله الطعم اللي هو السويت اند ساور اللي هو الاناناس؟ في ناس ممكن تستغرب التركيبه دي، لكن لا انا بحب الاكل الاسيوي عموما، بيبقى طعمه ومذاقه حلو جدا ومختلف، يعني مختلف طبعا. عشان كده احنا بنمله. لا وكمان عايزين اكل مغربي بقى شيف محمد، برضو عندهم نقطه السويت، الاكل الحلو جوه الحادق. اكل مغربي المره الجايه ممكن نعمل لكم حلقه مغربي ان شاء الله. نعمل عندهم الحريره. نعمل حريره طبعا نعمل شوربه حريره. اوكي، نعمل لكم شوربه حريره وتشيكن. بس احنا هتنفع الفرن بتاعنا دي ولا لا؟ كوسكوس. احنا كده برضو معانا الشوربه على النار اهيت. ننزل بالكريمه اللباني. طبعا لو انت مش عندك كريمه في البيت ممكن معلقه دقيق ومعلقتين ميه وتضربيهم وتعملي روب بدل ايه، بدل الكريمه لو مش عندك. كمان الكريمه ناس كتير بتسال بتقول لو احنا جبنا الكريمه وفتحناها ناخد منها معلقتين، طب والباقي هنوديه فين؟ انت ممكن تحطيها لو هتقعد اكتر من 5 ايام ممكن تحطيها في الفريزر، لو هتقعد اقل يبقى تسيبيها في التلاجه مش فيها مشكله لمده 5 ايام. لو اكتر يبقى ايه تحطيها في الفريزر علشان ما تمررش معانا. احنا كده حطينا الكريمه اللباني على الشوربه وحطينا الكمبوت والعسل وميه الكمبوت على الايه الفراخ وهنستنى تستوي معانا. طب ممكن بالظبط نشوف زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وكمان معانا الرز على النار، احنا بنسلقه الرز الابيض بنسلقه علشان هنعمله، يبقى كده احنا بنسلق كوبايتين رز ابيض علشان هنعمله رز صيني دلوقتي. رز صيني هيبقى ايه بقى؟ فرايد رايز. فرايد رايز. وعلى فكره احنا مش بس احنا هنعمل، ممكن نعمل مخصوص رز علشان خاطر يبقى عندنا فرايد رايز. لو انت عندك رز بايت مثلا من باقي من امبارح او عندك رز ومش عارفه تستخدميه. رز الشعريه بقى بتاعنا المصري. لا صح، لازم لو رز ابيض لو رز ابيض ابيض بس مصري او غيره مش شرط ان يبقى بسماتي. انما لو واخد اي حاجه تانية مش هينفع. خلاص تمام. طيب لغايه ما الرز يتسلق ونبتدي نشتغل في الخضار انا هبتدي معاكي مدام نهله، وخلينا نتكلم عن يعني نبقى متفائلين ونبتدي بالايجابيات. حضرتك شايفه ايه الايجابيات اللي اكتسبها شبابنا ومراهقنا؟ وفتره المراهقه هي فتره زي ما بنقول حساسه لانه بتؤثر في تكوين الانسان فيما بعد وبتاثر على مستقبله كله. كلمينا عن اهميه الفتره دي الاول، وبعدين كلمينا عن الايجابيات اللي اكتسبها شبابنا في السنوات الماضيه. تمام، خليني ابتدي الاول بتعريف فتره المراهقه، لان احنا ده المفهوم ده مغلوط عندنا. احنا بنلخبط دايما كامهات وكاباء بين البلوغ والمراهقة. البلوغ ده عملية عضوية، عملية انه الطفل الولد او البنت يصبح قادر عضويا على الانجاب او كذا، ده البلوغ، لكن هو لا علاقة له بالمراهقة. انا قعدت ابحث لقيت انه كلمة مراهقة هي جاية من فعل راهق، راهق الشيء يعني اقترب منه. فهم المراهقة دول يعني هم بيقتربوا من مرحلة النضج. يقعدوا يقتربوا قد ايه دي بتختلف من شخص لاخر.
هي تبدأ مرحلة المراهقة من مراهقة مبكرة ووسطى، مرحلة وسطى ومرحلة متأخرة، مش بتاعة الأربعين سنة اللي كنا بنتكلم عنها. قبل اللي هو كنا بنقول إن في ناس بتمتد فترة المراهقة لفترة طويلة. لا مش هي دي. وبعدين الناس اللي فيهم قصبوا، في المعظم شاف إن الرجالة هم الأكثر بتمتد معاهم، لكن السيدات احنا أنا فيمينست طبعًا، ف كلنا واحنا في سيدتي فلازم متحيزين. الستات والبنات بيندجوا وبيعقلوا بدري أكتر. فالمراهقة اللي هي المتأخرة اللي أنا بتكلم عليها، اللي هي من أربع يعني المبكرة من 11 ل 14، والوسطى من 14 ل 18، والمتأخرة أو المرحلة الأخيرة يعني من المراهقة من 18 ل 21. الشاب أو الفتاة في المرحلة دي بيبقى في حالة حيرة، وبتجيله بأعراض مختلفة. اللي بتجيله بانطواء تام، يقفل اوضته عن نفسه، مزيكا وعايش مع نفسه ومش عايز يتعامل مع الناس، هو محتار مش عارف يلاقي ابروتش ولا طريقه يتعامل بيها مع العالم الخارجي ومع التغير اللي بيحصل له داخليا وخارجيا نفسيا واجتماعيا. وفي اللي بتجيله بعصبيه، نقول ابني وبنتي بقى عصبي جدا. نرجع للنقطه اللي حضرتك بتسالي عليها، والتغيرات بقى اللي حصلت في المجتمع للسن ده من الولاد شباب ومراهقين. انا بشوف ان فيها جزء ايجابي، زي نتج مثلا عن احوال اجتماعيه وسياسيه زي ثوره 25 يناير، انه بداوا الولاد يشنوا حملات رفض ظواهر سلبيه في المجتمع، لا للرشوه، لا للمحسوبيه، لا للتحرش. وده جميل جدا ان هم يعرفوا يقولوا لا، بس يعرفوا ما بعد لا. هو مش لا وخلاص، هو لا دي ليها تبعات، لا دي ليها مسؤوليه. انت مش هتقول لا وتفضل ساكت، لا لما تشوف الغلط تصلحه، وتصلحه باسلوب ما فيهوش تعدي على الاخر. ده جانب ايجابي جدا. الجانب السلبي من وجهه نظري انه مؤخرا بداوا الولاد ما يعرفوش الاسلوب الامثل للاعتراض او الرفض، يعني بيعترضوا وبيرفضوا باساليب غير لائقه. بدأت تنتشر حاجات غريبة في مجتمعاتنا، وده من عناصر المراهقة على فكرة، التأثر بالأصدقاء، التأثر بالإنترنت والعالم الخارجي. فهم بدأوا يتأثروا لدرجة ان في حاجات احنا كشاب مصري ما كنتش اقبل واحد يجيب يشتمني او يهزر معايا او يسبني بالأم او بالأب. دلوقتي انت بقيتي تشوفي ده شائع، وعلى فكرة في طبقات راقية بالظبط. يعني انا ببقى قاعده مثلا في نادي او في كذا، الاقي نفسي يعني ودني تأذت جدا، وابص الاقي ولد من مستوى اجتماعي ومادي واخلاقي وكل حاجه راقي جدا. بالعكس، ده احنا يمكن رجعنا انه الاخلاق الكويسه بقت في الريف بقى. يعني رجعنا انه الاخلاق الكويسه والناس الملتزمه. انا بعرف ناس دلوقتي بداوا ان هم يودوا اولادهم، يرجعوا اولادهم البلد في اجازه الصيف. لو هم من بلاد ارياف، الولد الشاب بيخلوه يروح عند جده او جدته في الصيف، يقضي الصيف في البلد، يقول لك امن لانه هنا انا خايف عليه، انا مش عارف اعمل ايه. فده زي ما قلنا جزء ايجابي زي رفض الاخطاء وكذا، وفي جزء سلبي نتيجه لتعرضهم لحاجات كتير، وجودهم مع بعض في ميدان التحرير بمستويات اجتماعيه واخلاقيه مختلفه نشر شويه حاجات الحقيقه غير مقبول. طيب خلينا نتكلم مره تانية عن المقبول، ونتكلم عن الايجابيه اللي بقت عند الشباب. حضرتك قلتي نقطه مهمه، ان الواحد ينزل يعترض على حاجه، وهنيجي لاسلوب الاعتراض كيف هيكون، لكن ان هو بيعترض، هل في ايجابيه او الايجابيه وصلت معاهم ان هو مش بس بيعترض على الظاهره، لا هو نزل كمان يتصرف ضد الظواهر المختلفه، ولا الايجابيه لسه ما بقتش يعني ان هو مش بس رافض، لا رافض وبيغير؟ ده للاسف يا سالي لا، احنا لغايه دلوقتي عند مرحله الرفض فقط. بأدلة كتيرة قوي انه بقى متهيألي انه المفروض ان احنا نعمل. هو كل واحد عايز الدولة وعايز البلد، عايز المرور هايل جدا، وعايز شوارع فاضية جدا، وعايز الفلوس كتيرة جدا، وعايز يعيش في بيت كويس. طب كل ده منين؟ وكل الناس احنا لغاية دلوقتي يعني لغاية فترة قريبة بنشوف لسه اعتصامات، واعتصامات منها ما بيرتقي لدرجة الاعتصام اللائق، ومنها اللي بيشمل الفاظ وحاجات وخروج عن النص يعني.
فلا احنا لسه في مرحلة ان احنا بنعترض وخلاص، عايزين وخلاص يا جماعة. طب نشتغل ثقافة العمل. انا برجع تاني ولف، يمكن هو بحكم تخصصي، ان هو عندنا حاجتين اساسيتين، ثقافة العمل والتعليم. التعليم هو اللي هيخلي الولاد دي. جميل جدا انه بقى عندنا مادة اسمها مواطنة، بس ايه اللي جوه هذه المادة؟ هل هو المحتوى الحقيقي اللي انا عايزة اوصله لبني ادم، انك هتبقى مواطن، هتبقى مواطن صالح ونافع للبلد دي ولحياتك وللي حولك، ولا هي برضو مادة حشو بيحفظوا الولاد كلمتين عشان يروحوا؟ المفروض المواطنة دي الحقيقة انا بشوف ان هي تبقى براكتيكال، ان يبقى فيها حملات ينزلوا ينظفوا الشوارع، ينزلوا يروحوا على المستشفيات يساعدوا في تعقيم وتنظيف المستشفيات اللي لسه محتاجة شغل ومحتاجة ايدي ناس متبرعين يساعدوا، يروحوا دور الايتام والمسنين، هي دي المواطنة. لكن مش كلمتين في كتاب ويروح يحطهم في امتحان، لا. يعني عايزين حاجات كتير، يبقى الجزء العملي فيها يعني اقوى. يا ريت. لا طبعا، ان هي دي التربيه الوطنيه وغرس حب الوطن والايجابيه زي ما احنا قلنا. طيب قبل ما نتكلم عن السلبيات ونعالج السلبيات ازاي، هرجع مره ثانيه لشيف محمد وكلمنا شيف محمد عملت ايه. كده خلاص الرز معانا قرب او شبه استوى اهوت زي ما انتم شايفين، رز عادي جدا. وبعدين بقى في حاجه انا واخده بالي منها شيف محمد، انت المره اللي فاتت كنت لابس الاوتفيت بتاعك عليه علم مصر، النهارده انت لابس واخد طابع صيني شويه والوان صيني مع نوع عشان النهارده في اكل صيني، فاحنا لازم الرز خلاص بقى معانا بالشكل ده تمام. والشوربه قربت خلاص تستوي معانا. الشوربه هنحط لها جنزبيل، وبنقول ان الجنزبيل ده حاجه مهمه جدا. طبعا الجنزبيل، معلقه جنزبيل صغيره لو احنا، على فكره لو عندنا جنزبيل اخضر لسه كنت نحط واحده مبشوره، لو ما عندناش يبقى نحط معلقه صغيره جنزبيل ناعم بالشكل ده. وكده خلاص الشوربه معانا استوت. والفراخ كمان معانا قربت تستوي، او الدندي. احنا خلينا بنقول الفراخ او الدندي لان هي نفس الطريقه، بتعملي فراخ بتعملي دندي على حسب. هو كده خلاص احنا برضو هنحط الملح والتوابل بتاعتنا. بتنجان على النار. بحب جدا ان انا استخدم الخضروات على الجريل او على الشوايه، منها بتدي ريحه كويسه للاكل. كمان لو تحبي تاكليها تزوديها شويه على النار وتاكليها جميله يعني. في البعض بيحب الخضروات المشويه، وممكن بتهيألي نزود عليها الصوص البيستو صوص او الريحان، بيديها طعم هايل، تركيبه جميل بالظبط. خلاص كده قربت تستوي معانا. احنا كمان لو تحبي ان الاكل بتاعك يبقى نص تسويه يبقى افضل، يبقى تيست افضل. وكمان والاكل الصيني معظمه ان بيبقى نص تسويه، لو احنا معنى يعني عشان الخضار يفضل فريش، لان كده اكيد اللحوم تكون استوت. كل ما الخضار، كل ما الاكل يبقى ني اكتر، كل ما يبقى صحي اكتر. فالصينيين كل اكلاتهم بيبقى الاكل نص تسويه. لو احنا حابين كده او على البخار، هم بيعملوا ستيم كمان اكتر. احنا لو حابين كده اوكي، لو مش حابين خلاص احنا ممكن نسوي الاكل بالطريقه اللي احنا نحبها. كده خلاص برضو استوت تمام معانا. يبقى فاضل لنا الرز، احنا خلاص سويناه. الخضار بتاعه هنلفه على النار وبرده زيت السمسم. طيب قبل ما نبتدي نحط الخضار على النار، هرجع لك مره ثانيه اوكي مدام نهله، وخليني اسالك. يعني احنا اتكلمنا عن الظواهر السلبيه، ويمكن ابرزها حضرتك ذكرتيها واللي كلنا بنلاحظه، ان بقى في طريقه الاعتراض نفسه او طريقه الشكوى او طريقه ان احنا متضايقين من حاجه بقى باسلوب غير لائق. حتى بنلاحظها جامد جدا مش بس في الشباب او المراهقين، في الشارع، في الحياه اليوميه. بنلاقي دايما احنا بلد زحمه، في احتكاك دائم ما بين المواطنين وبعضهم في الشوارع، وبنشوف مظاهر كتير سلبيه جدا. يعني كلمينا عن الموضوع ده، وازاي ان احنا في وسط مجتمع انتشر فيه طريقه الاعتراض الغير لائقه نقدر ان احنا نربي اولادنا على طريقه الاعتراض اللائقه. هي تبدا بالمنزل طبعا. دايما بقول النواه الاولى او النشاه الاولى لاي بني ادم هو اسره ومدرسه.
الأسرة والمدرسة لو تعاونوا وأصروا، وحتة الإصرار دي بأكد عليها وبحط 10 خطوط، لأن احنا بقينا نزهق بسرعة. بقت الأم عشان هي مشغولة جدا، وقد أكون أنا على فكرة واحدة منهم، بكلم نفسي يعني برضو، علشان احنا مشغولين جدا بنقول للابن أو البنت ما تعملش كذا أو كذا غلط مرة والتانية، وما بصرش ما بصرش على اني او بتعصب وبتنرفز فبنوصل للا شيء. لكن هو الاصرار، وانا جربت ده في مهنتي كمدرسه لما كنت بدرس طلبه ثانوي، لما كنت باصر على دي مرحله صعبه، مرحله صعبه جدا، بس انا كنت بستمتع بيها فوق ما تتخيلي. هو احلى حاجه انها ما تحسسنيش ابدا ان انا كبرت. بفضل على طول عايشه في وسط شباب، فهم ناقلين لي طبعاً الروح دي. فالحقيقه كنت باصر على الحاجه، لما باصر على انه لازم هتعمل الهوم ورك بتاعك، النوتس بتاعتك هتخلصها كذا، فهو يقول ايه هي هتيجي بكره والبعد وهتنسى. ما بنسيش، بسجل عندي وبصر انه لو ما خلصش هيقعد اكسترا تايم او هيقعد كذا ويخلص مره والتانيه، هو بيقول لا 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 ده هي ما بتنسيش انا هعمل ده. فلو بدانا ان احنا امتى نبتدي نقاوم اللي مضايقنا في المجتمع ده كله؟ في المدرسه والبيت وباصرار. الام لما تحط رولز، البيت ده يا جماعه اعمله زي مصغر للمجتمع او للدوله اللي هم عايشين فيها. احنا ما بنحطش رولز خالص، احنا بنعيش حياتنا في بيوتنا، يعني في بره لو تشوفي كل حاجه برولز، شفتي وقواعد. كل حاجه برولز. انا دايما حتى استغرب من حاجه، اقول هم بيربوا الاطفال وهم صغيرين، انا بشوف افضل مننا بكتير جدا. اتس باد تايم، يعني اتس باد تايم، هو ده وقت النوم يعني وقت النوم، مفيش يا ماما لا وعايزه اقعد شويه، مفيش. وقت النوم يعني وقت النوم، وقت الاكل يعني وقت الاكل، عندهم رول ستريكت جدا. بستغرب بقى قوي ان هم يجوا مثلا 18 سنه اقول لهم يلا امشوا خلاص انتوا كده احنا هم قعدوهم بشكل، هم قعدوهم بشكل جيد، هو خرج بني ادم جوده عاليه بالظبط، هو جوده التنشئه عاليه. احنا بنقعد ننشئ لغايه ما الام يبقى عندها 70 والابن 50 ولسه حاسه ان هي لسه بتربيه. فهم بيركزوا الموضوع قوي في الطفوله، فلو في الطفوله ركزنا انه يبقى في رولز، وانه انت عايز مثلا تسمع موسيقى في اوضتك بس اختك او اخوك اللي بيشاركك الاوضه مش عايز يسمع دلوقتي، يبقى انت ما تأذيهوش بان انت تعمل حاجة على غير ارادته، او تتفقوا مع بعض انك تشغل كذا. ده هيترجم بعد كده على ايه؟ هيترجم في تعامل احترام الغير بره اللي احنا بنتكلم عليه. الاحتكاكات دي هي كلها ناتجة عن عدم ضبط النفس، احنا ما عندناش ضبط نفس. اول ما الواحد بينفعل، واحنا مثلا اليومين دول رمضان وصيام، طب رمضان وصيام الناس مالها؟ اصبح يعني مبرر وشماعة. يعني رمضان وصيام الناس اللي ماشيه في الشارع مالها؟ مش قادر تصوم او مش قادر تصوم وتمارس حياتك، اقعد في بيتك بس ما تاذيش الناس كلها عشان انت صايم. فهيبدا تاني من المدرسه ومن البيت قائمه من القواعد يجب اتباعها وضروري اتباعها، وكسر القاعده لا استثناء في العقاب، يعني لا استثناء فيه انه معلش اصل هو كان كذا، لا اصله ده ابن المدرسه الفلانيه، لا اصله ده ابني الصغير، حرام ده صغير معقبوش. هي بتبتدي دايما مشكله بالاستثناءات، ولو تفكري في اي حاجه بتضايقك في البلد هتلاقيها الاستثناء. انت لو لقيتي نفسك بتتعاملي زيك زي الغفير زي الوزير مش هتتضايقي، هتقعدي تستني وهتقفي في اللاين ومش هتبقي متضايقه، لان هو ده طبيعي، هو دوري. انا داخله ليا دور فهاخد دوري، وده حقي، واللي اقل مني هياخد دوره واللي اعلى مني هياخد دوره. فلو عملنا ده مع الاولاد من صغرهم انا متهيألي انه ده احسن طريقه. في كمان حاجه سالي بيقولوا صراع الاجيال، انا الكلمه دي بتستفزني جدا. هو مش صراع، هي ممكن نقول فجوه، ممكن نقول ضعف في او نقص في الحوار، فدي بتاخدنا المشاكل كتير جدا، انه ما بقاش الاهل عندهم القدره على التواصل والحوار مع اولادهم. يعني احنا عندنا مثل بيقول لك ان كبر ابنك خوي، فخوي دي اللي بالعاميه اللي احنا بنقولها هي صاحبه، اتكلم معاه، دير حوار معاه، لانه لو خاف هيخبي عليك. يعني انا حتى كأم انا الحقيقه ما فيش ليميتيشنز بيني وبين ولادي في الحديث، اي حاجه وكل حاجه بييجوا يعرضوها عليا، لانه انا هكون الناصح الامين
اكتر من الصاحب والصحبه والكذا. فالحقيقه هو الحوار ده برضو هيكون من اسباب الاصلاح لكل المشاكل اكيد. طب خليني انتقل لمحور اخر حضرتك برضو جئتي على ذكره خلال كلام حضرتك ولا يقل اهميه، البيت، واحنا اتكلمنا عن البيت والمدرسه، حضرتك ليكي خبره طويله في عالم التربيه والتعليم، فكلمينا عن يعني احنا دايما نقول وزاره التربيه والتعليم، المدارس ايه اللي بينقص مدارسنا علشان تقدم بني ادم فعلا صالح للمجتمع او شخص صالح للمجتمع؟ انا عاشقه لفكره منظومه التعليم دي ومقتنعه ان اي حاجه في اي امه في اي دوله في الدنيا تبدا بالطفل اللي في كيجي وفي التعليم. المشكله هي العمليه التعليميه، بيت، ولي امر، مدرس، مدرسه بادارتها وخدماتها وكذا، تبدا في البيت. والطفل ده بيتولد وينشا في البيت، لازم البيت يكون مقتنع برساله المدرسه وبيزرع في ابنه البرستيج اللي كان عندي انا جيل غيرك طبعا، اللي كان عندي واكيد كان عندك برضو عن المدرسه. يعني اكيد كانوا في البيت مامتك وباباكي المستر المدرسه، انت حاسه ان دي حاجه كبيره قوي طبعا. لا دلوقتي اللغه اختلفت، انا بدفع لك، انا مش بدفع فلوس عشان يزعق لك، لا حضرتك بتدفع فلوس عشان سيرفيس ابنك هياخدها. انت عايزه يقعد في فصل مكيف، انت عايزه يشتغل على سبوره ذكيه، انت عايز كذا، بس مش بتدفع فلوس عشان المدرس عشان تعامل المدرس طريقه مش كويسه او عشان المدرس ما يربيش ابنك. لا ده موضوع بالنسبه لي مرفوض، انا هربي، ده مختلف خالص عن الفلوس. فده البيت، يبقى البيت لازم يأهب ويؤهل الطفل، انت رايح المدرسه، مدرستك، نسمع الكلام، نفولو الرولز، لو غلطت هتتعاقب. يجي بعد كده المدرس، فاقد الشيء لا يعطيه. المدرس لو مش مرتاح ومش، ما هو الطفل عشان يتعلم لازم يبقى سعيد، لازم بيتلقى العلم وهو سعيد. انا دلوقتي وانا بصالك وانت بصالي احنا بندي بعض بوزيتيف انرجي، انت مرتاحه في التواجد معايا وانا مرتاحه في التواجد معاكي، فوي ار بوزيتيف. لكن لو انا داخله وانا يعني مش حابه اللقاء معاكي او انا ضيف بالنسبه لك، انت مش مرتاحه في لقائه، هيبقى اللقاء فيه حاجه نيجاتيف في الهوا. فالمدرس اللي داخل على 25 بني ادم ده لازم يكون بوزيتيف، لازم هو يكون عنده طاقه ايجابيه، هو طبعا عارف هو داخل على ايه. لا والتعامل مع الاطفال بيحتاج طاقه، يعني بيحتاج ده هياخدنا لتحسين دخل المدرس. بس مش هرجع انا زي الناس اللي تقول لا المرتبات ونعمل لهم مرتبات فظيعه، مش ده الحل على فكره. هو المدرس ممكن يبقى له مصادر دخل اخرى، يعني احد الحاجات اللي انا فكرت فيها انه المدرس بدل الدروس الخصوصيه، والدروس الخصوصيه هي مش جريمه على فكره في حد ذاتها، لانه في طفل، الاطفال فروقات طبعا، في طفل بيفهم في مجموعه وفي طفل ما بيفهمش في مجموعه، هو الولد عنده مشكله محتاج رعايه خاصه. فانا ارشح ان الدروس الخصوصيه والمجموعات توفر داخل المدارس، منها لمجموعه جروبس زي ما بنقول عليها، في بعض المدارس 1 تو 1 يعني في ولد عنده مشكله، فما نقولش ان المدرس بيرتكب جريمه عشان بيروح يساعد واحد محتاج مساعده. ما هو الطفل محتاج مساعده، هو مش عارف يفهم في وسط مجموعه، فنخليها مقننه ونخليها جوه المدارس، ده دخل قانوني ورسمي يرفع من اجر او من دخل المدرس. الحاجه الثانيه انه ممكن مثلا يعمل وسائل تعليميه دلوقتي، سيديهات والحاجات، نعمل داخل المدارس او حاجه تابعه لوزاره التربيه والتعليم توفر للمدرس انه يروح يشارك في انتاج حاجات وسائط تعليميه او وسائل تعليميه مختلفه. في حاجات كتير قوي، في الاخر انا عايزه الانسان ده يدخل عنده طاقه ايجابيه، فده المدرس. اداره المدرسه والحاجات الموجوده فيها زي ما كنت دايما بقول، وانا عندي حمله هي لسه ما طلعتش للنور بشكل كافي اسمها من اجل تعليم افضل. انا بقول ان هي التعليم على فكره مش كله فلوس ومش كله امكانيات، هو مرسل ومتلقي، مدرس وطالب. لو الاثنين دول الدنيا مظبوطه هيتعلم الولد، هيتعلم على لوح خشب، هيتعلم. هو اكيد التدريس فيه نوع من انواع الابداع والصبر والعديد من استخدام المهارات الاخرى، ويمكن احنا اتكلمنا عن جميع المحاور اللي تخص كيفيه
القضاء على الأخلاقيات السلبية اللي انتشرت سواء كان من البيت أو من المدرسة وهي لا تقل أهمية عن البيت. أنا بشكرك جدا مدام نهلة، وقبل ما أختم مع حضرتك هنرجع مرة تانية للشيف محمد أشوف نوصل لإيه. للأسف إحنا في رمضان كنا عايزين نعزلك كده. نزلنا البصل في الزيت بنلفه على النار، وياريت يبقى النار هادية علشان ياخد وقته وبراحته. ونزلنا بالجزر، وهيبقى بقينا بقيه الخضروات بس شويه على الجزر وعلى البصل، ونضيف بقيه الخضروات. كمان الفراخ ما طلعت من النار سيبناها شويه، وننزل بالكاتشب عليها. ننزل بالكاتشب، ما انا مش بفضل ان انا احط الكاتشب على النار. بس بالشكل ده. اوكي ونقلب. تمام. طيب عامة يا شيف محمد احنا هنرجع مرة تانية وهنشوف الشكل النهائي، لكن هنطلع معاك ومع مدام نهلة ومع مشاهدينا لفاصل هنتابع فيه واحدة من فقراتنا، او هنطلع احنا معنا فقرة ولا معنا فاصل. يبقى احنا معنا فاصل، هنرجع بعد الفاصل وهنواصل باقي فقرات حلقة سيدتي النهاردة، وهنرجع عشان نكمل الرز على الطريقة الصينية. بشكرك جدا مدام نهلة الخبيرة التربوية على مجموعة نصائح قدمتها لنا، وهنرجع بعد الفاصل نتابع باقي فقرات.